حكومة فدرالك أي الصومالي أيامان تحرير كوتشر تاي دولة إيران كدب كلنا يسوي ما دين قلها وسيرة الصومالي أي لغوش جاي إن يحرير كوتشر إن دولة إيران وحنا عارفين ترى اللي حرير تاد قال كدب لما سيد ده لحمر أي دولة ها إيران هي السعودية سدى يور بحنت المقدسة لو صدر تاي وريح يجا مقالة المقدسة الرضا عبد حسن ما أنت تعرف ذوق بيجان تحت تضبط بيشو كوال لبض كل لحية تمك أي قلها وسيرة ده شركة دي تضبط الله وحيقها لأن نور قدوة يقو هو ند إن يحرير كاي دولة الصومالية وترتي دولة إيران تصلوا سو جدي هذا ما دورا أفيك حكومة الصومالية عبد السلام عاتو صحافة الله الله أي كبر بحية دليلها هي دولة الصومالية وجدي سي دولة إيران نقول وزير المانتا تروى الله ها وزير دوميني في وزارة عينك محمد عمر عقد وحا كنا كان وواحد لبو بكر الجمن أو أي كمل هايين حريك دولة الصومالية هي دولة إيران كل كان أيها وحا وبحين لديستي وزيرك وفاق الدينك وزيرك الرماحة أمنيك يقول وزيرك الرماحة الدبادة وحانا ديرا دلو ساري لات مغالية كتانا حريك الدبلوماسية وقاي بطن كان إيران مغالية يكو دو بطن كان سندي لسوار رافي يكو دي دفع أو إلا يحد السعودي مغالية دان وحا يكو دي مغالية مغالية يقول بغبالك ميدا دلو waxaan waxaan kala wuxuusay eedeymada duwan oo saameeyay amniga eedeymahan waxa khatar dhaqaale iyo midba bulshada iyo mid diineed ku leedahay dalkeena hooyo mas'uuliyadda safaaradda Iran iyo hay'adda al-Khumayni ayaa waxay si joogto ah u booqdaan degmooyinka fasal dalka iyagoo aan ogeysiin wasaaradda ku shaqada leh waxayna isku dayeen inay abuuraan kooxo hubaysan oo la mid ah ku jira dalalka Yemen, Iraq iyo waliba dalka Suuriya. Dibaatu weyn ayay dalka iyaga ku yeelan kartaa waxyaabahaas kale haday dhacaan. Goorsi horeysa ayaa lagu eedeeyay tiro dad ah oo u dhawshay dalka Iran, fiin ayaa diinta Shiicada iyagoo wada dhaqdhaqaaqo ku aadan isu guurinta wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed iyagoo u maray hanaanka diinta Shiicada. Wada Cabdi Xasan, SBC TV Muqdisho.